بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم حلقة جديدة من مطبخ رئيسة. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة نعمل حاجة جديدة، بس طعمها حلو وهتعجبكم إن شاء الله. كلنا طبعا البطاطا موجودة في كل بيت، والأيام دي يعني سعرها يعني قليل، فالبطاطا كلنا بنشويها وأحيانا بنسلقها. النهاردة هعمل لكم صنف جديد عبارة عن البطاطا بطريقتين، البطاطا بالبشاميل والبطاطا باللبن. يعني الصنف ده والصنف ده الاثنين طعمهم ما شاء الله يعني تحفة، إن شاء الله بإذن الله يعجبكم، هتجربوهم وهتدعوا لي إن شاء الله بإذن الله. هنعمل البطاطا بالبشاميل. البطاطا بالبشاميل، البطاطا هنجيبها هنقشرها، هنبشرها بالمبشرة، نشيل الطبقة الخارجية. بعد كده يعني في إما نسلقها بمية أو نشويها شوي على الشواية، بس كلا الحالات هتدينا نفس الطريقة. في حالة الشوي هنزودها بسكر بودرة أو سكر سنترافيش، يعني لو إحنا هنشوي البطاطا شوي يبقى هنزودها إما بسكر أو بودرة أو سكر سنترافيش. لو هي هنسلقها سلق يبقى البطاطا هنحط معاها حسب الكمية، يعني لو الكيلو نحط له كوباية سكر مع المية، هيغلي مع المية ويديها طعم أحلى. هنفضل طبعا في الطريقتين سواء البشاميل أو اللبن. بالنسبة للبشاميل، البطاطا بالبشاميل، البطاطا البشاميل بتاعها نفس البشاميل اللي بنعمله في المكرونة بالبشاميل، نفس البشاميل، هو ما بيتغيرش غير في حاجة واحدة. لما احنا بنعمل مكرونه بشاميل بنضيف لها ملح وفلفل ومرقه وكده، لكن في البطاطا البشاميل، البشاميل بنضيف له سكر وفانيليا بس، الاختلاف الوحيد بين ده وده. يعني البشاميل عباره عن اللي يهمه الامر يعني تركز معايا، بنحط معلقتين دقيق على النار مع السمنه، بنشوحهم يصفر لونه، بعد كده بنضيف اللبن ونفضل نقلب، بيبقى القوام متماسك. بيختلف البطاطا البشاميل بتاعها عن البشاميل العادي، احنا بنضيف سكر، بنحلي البشاميل وبنضيف معاه فانيليا تديله نكهه وريحه. طبعا موضوع البيض ده حسب الرغبه، يعني في ناس بتضيف بيضه للبشاميل بتديها لون اصفر وبتديها تماسك، وفي ناس ما بتحبش البيض على البشاميل فما بتضيفش. انا عن نفسي البشاميل اللي انا عاملاه النهارده انا حاطه له بيضه مع الفانيليا، مش هيبقى فيه اي ريحه للبيض، مع ان احنا بنسويه في الفرن، لما بنسويه في الفرن برضو بيضيع ريحه البيض نهائي مع الفانيليا. فهنبدا الاول نقول مقادير البطاطا البشاميل. البطاطا البشاميل طبعا انا عشان وقت الحلقه وما عنديش وقت، فانا مجهزه قبل الهواء وهجهز مباشر على الهواء. البطاطا البشاميل عباره عن البشاميل، قلنا معلقتين دقيق بيتشوحوا، بعد كده بنضيف معاهم 2 كوب لبن وبنفضل نقلب. يعني المفروض ان القوام بيبقى متماسك، لا هو سائل ولا هو جامد شويه، لا بيبقى بالطريقه دي، بيبقى القوام بالطريقه دي بنفس النمط ده. فطبعا البشاميل زي ما قلت لكم يعني بياخد وقت، وانا محتاجاه يبرد على اساس ان انا هضيف بيض، فعشان كده انا عملت البشاميل جهزته بدري قبل الهواء. فكده احنا بدانا في موضوع البشاميل انتهى. هنيجي للبطاطا. انا بالنسبه لي البطاطا دي، انا البطاطا دي سلقاها سلق مع سكر وفانيليا برضو. بحط البطاطا بقشرها، بقطعها حسب الرغبة طرنشات، بقشر براحتكم. بعد ما بتستوي مع السكر بنحط لها معلقة فانيليا، بنهرسها تبقى مهروسة بالطريقة دي، تبقى دايبة بالطريقة دي. لو زي ما أنا قلت البطاطا هتبقى مشوية يبقى هنضيف لها سكر بودر أو سكر سنترافيش كده أو كده، أهم حاجة نحلي طعم البطاطا حاجة بسيطة. وبعد كده البطاطا لما بنهرسها بنضيف لها المكسرات، المكسرات حسب الرغبة. أنا عندي المقادير بتاعت خلطة البطاطا، فول مطحون، زبيب، جوز هند،
جوز هند وزبيب، يعني التشكيلة دي بحطها على وش آخر مرحلة على وش الصينية. لكن أنا بحط الفول المطحون أو مجروش مع الزبيب. بعد كده بنعمل خلطة معينة، الخلطة دي بتساعد في تماسك البطاطا. الخلطة دي عبارة عن بيضة أو بيضتين مع الفانيليا. البيضة دي أنا ضربها قبل الهوا مع الفانيليا، هنحط لها نص كوب لبن. البيضة والفانيليا مع نص كوب لبن، وهنضيف لها 2 معلقة دقيق أو نص كوب دقيق، يعني بحيث القوام يبقى متماسك، ما يبقاش القوام صلب. فهنفضل نضرب في ده البيض مع اللبن بيدي طعم للبطاطا وبيديها نوع من التماسك، تبقى متماسكة. بعد كده هنضيف برضو دي مقدار نص كوب دقيق، كوباية اللبن لها نص كوب دقيق، تبقى سايلة، ما بتبقى يعني ما بتبقاش لا تخينة ولا طرية، بتبقى سايلة. هنفضل نضرب في المقدار ده. انا قلت كوب اللبن ليه نص كوب دقيق، ليه نص كوب دقيق. بعد ما بنضربه بنخلطه على البطاطا، بنعمل له حالة مزج او خلط. بعد كده ده اللي بيساعد في تماسك شريحة البطاطا بعد ما تستوي. طبعا بعد ما تستوي لازم تتحط في التلاجة، ده لازم واجباري تتحط في التلاجة. لما بتتحط في التلاجة بتديها تماسك، لان المفروض ان البطاطا بالبشاميل نوع حلويات او دي محتاجة تلاجة. بعد ما بتطلع من الفرن وتستوي بنحطها في التلاجة، بتبقى متماسكة، ما بتبقاش سايلة. دي مادة الربط بتاعت البطاطا، بتديها تماسك وبتديها طعم. انا ضربت بيبقى التماسك بتاعها اهو، ما بتبقاش لا تخينة ولا طرية، بتبقى وسط كده. انا خلصت، هجيب المادة دي، مادة الربط، بيض مع الفانيليا مع اللبن مع الدقيق، بيض وفانيليا ولبن ودقيق، دي مادة الربط. هضيفها هنا، هخلي بس جزء بسيط هرشه على وش البطاطا اللي هي باللبن. هنفضل نضرب. هنضيف مع الخلطة دي المكسرات اللي هي عبارة عن زبدة حسب الرغبة، زبيب، فول، جوز هند، أي حاجة حضراتكم تحبوها. زبيب مع الفول المجروش، بس كده عشان ما يبقاش كتير، ده يتحط على وش الصينية. هنفضل نضرب في ده. زي ما انا قلت البشاميل بتاع البطاطا نفس البشاميل بتاع المكرونة بالظبط، هو ما بيختلفش، بس احنا بنضيف للبشاميل الحلويات السكر مع الفانيليا علشان يديله الطعم المسكر، على اعتبار انها صنف حلويات. وياريت محدش يغلط ويحط البشاميل فلفل ويحط له ملح زي المكرونة بالبشاميل، لا، البشاميل الحلويات تكة بسيطة هيختلف، لكن والله طعمها جميل. انا مجرباها وعاملة منها قبل كده وما شاء الله طعمها حلو، وهتجربوها وهتعجبكم، وياريت كل اللي جربها يرن عليا. بالمناسبة معلش انا اسفة، في حبيبتي وصديقتي الاستاذة نورة السيوفي موصياني ان انا اقول اسمها على الهوى، فانا ما يعني على عيني ما اقدرش ارفض لها طلب، فبرحب بيها صاحبتي نورة السيوفي من اسيوط. يا رب تكون سمعاني. انا كده عملت الخلطة، بعد كده هبدأ ان انا ارص الصينية. هرص الصينية بالنسبة للبشاميل، ادي البشاميل زي ما انا قلت، معلقتين دقيق مع السمنه، بيتشوحوا تشويح بسيط يصفر لونه، بضيف عليه اللبن. بعد ما بضيف اللبن بيتقلب بيتماسك، بضيف الفانيليا وبضيف السكر. بضيف السكر قبل ما يجمد، اديني قلت كذا مره على اساس ما يبقاش فيه غلط. انا بعيد وازيد في المقادير عشان تبقى فيه اختلاف في دي بقى طبقه البشاميل.
لما نيجي طبعا احنا المرحله الاخيره بنرص الصينيه. لما بنرص الصينيه بنحط طبقه بشاميل بسيطه قوي تحت، يعني مش حاجه كتير. نحط طبقه بشاميل، هو عموما البشاميل احتمال يكون كتير فكده كده هيزيد. هنجيب بعد ما رصينا طبقه البشاميل هنحط جزء البطاطا مع المكسرات مع مادة الربط اللي انا قلت عليها دي للصينية التانية. هتجربوا دي وهتجربوا دي وان شاء الله هتعجبكم. ودي حسب الرغبة، اللي يحب يعملها بلبن بس ممكن تستغني عن تعمل الصينية التانية اللي انا هعملها دلوقتي. معلش انا نسيت برضو المفروض احط لها معلقه سمنه، انا اسفه، السمنه السايحه عادي بسيطه برضو، ما يعني ايه ماده الربط اللي هنا هتساعد برضو. المفروض ان انا اسفه تحط لها معلقه سمنه او نص كوب سمنه. يعني كده انا عملت البطاطا بشاميل، طبقه البشاميل وبعديها البطاطا. هبدا احط جزء البشاميل الباقي على وش الصينية كده نظبطه. طبعا البشاميل انا حطاله بيضة، فلما بيدخل الفرن بيدولي لون اللون الاصفر، اللون جميل، اللون ده اللون الاصفر ده ده بسبب البيض. انا يعني بسبب البيض اللي انا مش حاطة اكتر من كده مقادير نهائي. هكمل باقي البشاميل كده. غالبا هتحتاج كل البشاميل عشان مش هزود كده. الصينية الاولى كده انتهت. هنبدأ بقى طبعا الصينية تبقى منظرها بالمنظر ده. وكده اول صينية كده انتهت، ويبقى ده شكلها النهائي بالطريقة دي نفس الشكل ده. هنبدأ بعد كده المفروض، معلش انا نسيت، المفروض مع خلطة البيض مع اللبن هنحط ربع كوب سمن يدي لها طعم وطراوة، تبقى طرية وطعمها حلو. بس برضو لو نسيتوا السمنة زي كده مفيش مشاكل، هتبقى حلوة برضو ومفيش أي مشاكل فيها. يعني برضو في ناس ما بتحبش طعم السمنة أو الزبدة كتير في الحلويات، فبرضو هتمشي. دي عبارة عن صينية مدهونة أنا دهنها سمن. هحط باقي المقدار التاني. دي طبعا المفروض إنها فيها كمية اللبن اكتر، بس انا حبيت اعمل الاثنين نفس كميه اللبن. يعني انا لو انت هتعملي اللي هي باللبن هتكتري كميه اللبن، بس انا عاملاها الكميه المظبوطه المعقوله. هنساوي ال وش الصينيه كده بالطريقه دي تبقى متساويه. كده انا ايه اديتها مادة الربط لسبب، بعد ما بتستوي وبتدخل التلاجة بتبقى متماسكة، تبقى قطعة متماسكة وشكلها احلى منها تبقى سايلة. طبعا اخر حاجة طبعا علشان بس اللون، انا بحط البيض مع اللبن هنا. البشاميل مش محتاج، البشاميل عشان فيه اللي موجود فيه بيض فمش محتاج اي تلوين او اي لون، يدخل الفرن شكله ما شاء الله. لكن انا هحط هنا البيض ده مع اللبن يدي للبطاطا يدي لها اللون. مش هنكتر، بس يا دوب دهن الوش بس. دي البيض مع اللبن هيدي لون اصفر وحلو للبشاميل معلش انا للبطاطا. فمش هنكتر يا حدا، يعني يعتبر حاجة بسيطة خالص مش هنكتر كده.
طبعا لما بتدخل الفرن الطبقة دي بتبقى لونها أصفر عشان البيض وعشان اللبن، احطها كلها مش محتاجة. وكده يبقى أنا عملت الطريقتين، طريقة باللبن وطريقة بالبشاميل. هتجربوا الاتنين، واتنين الطريقتين أحلى من بعض وأطعم من بعض وأجمل من بعض. الطريقة اللي تعجبكم اعملوا بيها، دي طريقة البشاميل ودي طريقة باللبن. طبعا بعد ما بتطلع من الفرن بيبقى طعمها شكلها ده النهائي. البشاميل اللون الأصفر اللي فيه ده بسبب البيض، البشاميل اللون الأصفر الموجود فيه ده أنا مش حاطة أي لون ولا حاطة أي نكهة خارجية نهائي، الأصفر ده بسبب البيض اللي أنا ضفته على البشاميل. طبعا بعد ما بتستوي اللي هي البطاطا باللبن بنرش على وشها اللي هو الزبيب والفول السوداني وجوز الهند، بيدي لها الشكل ده. في ناس برضو ممكن بدل ما هي تحط الزبيب والفول تجيب صوص الشوكولاتة بالقرطاس اللي هي بتاع الحلويات، بتشكل وش البطاطا بالشوكولاتة السايحة أو السايلة، برضو بتدي لها طعم حلو سواء كده أو كده. لكن البشاميل مش محتاج أي تشكيل على وش الصينية، ما شاء الله لو الكاميرا جايباها بيبقى ده شكلها، لونها جميل أصفر، شكلها جميل تحفة، يعني تفتح نفس اللي هياكلها إن شاء الله بإذن الله. ده شكلها، ودي اللي هي باللبن طبعا وشها زبيب، وإن شاء الله بإذن الله في مرة تانية هعمل لكم اللي هي تشكيلة صوص الشوكولاتة اللي هي بتبقى على وش سواء بسبوسة سواء رواني سواء اي انواع حلويات بصوص الشوكولاته، برضو بيديها طعم حلو. بس انا فضلت ان انا احط لها المكسرات دي لان في قلبها مكسرات، فهيساعد اكتر يديها لون ويديها طعم. ويا رب ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتدوني رايكم فيها، وان شاء الله طعمها تحفه طعمها جميل. ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم وتكون الحلقه عجبتكم وتجربوها، وإن شاء الله تبقى حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.